أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانكيلي في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة إن العملية التي تستهدف إقليم عفرين الكردي الواقع بريف حلب الشمالي بسوريا بدأت فعليا، وذلك عبر التمهيد المدفعي، مشيرا إن الأمر لا يتطلب أي تأخير. وأضاف الوزير التركي إن ميليشيات تابعة لما أسماها معارضة سورية ستشارك في عملية عفرين وسيقدم لها جميع أنواع الدعم. وتابع تركيا ليس لديها خيار سوى القضاء على كل عناصر الإرهابية في شمال سوريا على حد زعمه. كما لفت جانكيلي إلى أن الاتصالات مع روسيا ستستمر بشأن عملية عفرين. بدورها ردت وحدات حماية الشعب بأن الجيش التركي يقصف عفرين منذ ليل أمس الخميس، متعهدة بالرد بقوة على تلك الضربات. يذكر أن الخارجية الأمريكية دعت تركيا إلى التراجع عن العملية قائلة: يجب على أنقرة أن تواصل التركيز على محاربة الإرهاب وعدم تنفيذ عملية عسكرية في منطقة عفرين السورية.